إذا كانت الطيور والعصافير والببغاوات عندك لا تتعرض لأشعة الشمس فهذا أمر خطير يؤثر على صحة الطيور فمن المهم استخدام الفيدروب أو استخدام الديكال فيحتوي الفيدروب ويحتوي ديكال على فيتامين دال نضع قطرتين أو ثلاثة قطرات من الفيدروب أو فيتامين دال بحيث يعوض ذلك الخلل الذي يحدث للطيور لأن نقص فيتامين د يؤدي إلى الكساح ويؤدي إلى نقص الخصوبة ويؤدي إلى الاكتئاب بل. وطبعا الفيتامين دوت بيلعب دور كبير جدا وعامل رئيسي في امتصاص الجسم للكالسيوم طبعا يعني أشعة الشمس معروفة أن هي بتقي الطيور من الكساح وتشوهات العظام وكلام ده كله خاصة يعني في الصغار يعني فأنت لو ما عندكش شمس يعني انت طبعا معظم الناس بتربي في يعني في غرف مغلقه فانت بتحرم الطائر من الضوء من اشعه الشمس فلا بد ان انت طبعا تعوضه بفيتامين د يعني ده حاجه مهمه جدا لان الطائر نفسه هتلاحظ ان هو عظمه ضعف ده غير كمان ان فيتامين د ده دا كمان واشعه الشمس والضوء بتلاحظ ان هو كمان بيحسن من نفسيه الطائر يعني احنا بنلاحظ لو لو انت مثلا حاطط الطيور في في الظلام طبعا الطيور مش هتغرد يعني احنا مثلا بنلاحظ ان الطيور بتغرد في الصباح لما بيلاقوا في ضوء طبعا يعني لما لما في في شمس الشمس ديت بت يعني بتحسن نفسيه بتحسن نفسيه الطائر وفي نهايه هذا الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم بكل ما نقدمه لكم ولا تنسوا دعم القناه بالاعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله